بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي بمجمع مدارس الشبان المسلمين. إن شاء الله سنقوم بشرح درس الضمائر، والضمير هو اسم معرفة بيدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، وينقسم إلى قسمين. عندي الضمير بينقسم إلى قسمين، ضمائر بارزة وضمائر مستترة. يبقى الضمائر تنقسم إلى قسمين، ضمائر بارزة أي ظاهرة وتظهر في النطق والكتابة، وضمائر مستترة. مستترة يعني تقدر في الجملة. طيب الضمائر البارزة عندي منفصلة ومتصلة. الضمائر المنفصلة أخذناها في الأعوام السابقة زي ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب، وكلها بتعرف في محل رفع مبتدأ، هي في محل رفع. طيب الضمائر المتصلة عندي ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. التقسيمة دي مفصلة. الضمائر المتصلة ضمائر رفع عندي 6 ضمائر، وهي تاء الفاعل ونا الفاعلين واو الجماعة ألف الاثنين نون النسوة وياء المخاطبة. إذا وجدت في الفعل لا تأتي بمفردها ولكن تتصل بالفعل، لذلك سميت إيه؟ متصلة. وال6 ضمائر دول بيبقوا في محل رفع، دائما في محل رفع. إذا اتصلت بفعل تبقى في محل رفع فعل. طب ممكن تتصل بكان وأخواتها، يعني مثلا أقول كنت كنا كانوا، على طول بيعرب في محل رفع اسم كان. دي ضمائر الرفع عبارة عن 6 ضمائر لها إعرابين، يا إما في محل رفع فعل يا إما في محل رفع اسم كان أو أخواتها. ممكن أجي أقول مثلا أصبحت أصبحنا أصبحوا أمسوا أمسينا وهكذا. طيب في محل عندي بقى ضمائر النصب. ضمائر النصب عندي 4 ضمائر، هي هاء الغيبة وكاف الخطاب وياء المتكلم ونا المتكلمين. هي ضمائر تتصل أيضا بالفعل ولكن تعرب في محل نصب مفعول به. إذا رأيت فعل متصل بهاء الغيب أو كاف الخطاب أو ياء المتكلم أو نا المتكلمين يبقى على طول في محل نصب مفعول به. طيب إذا اتصل بإن وأخواتها، ممكن تتصل بإن وأخواتها، ما أقول إنه إنك وإنك لعلى خلق عظيم. عندي هنا كاف، هنا في محل نصب اسم إيه؟ اسم إن. تتصل بإن وأخواتها، ما أقول كأنه لعله، يبقى في محل تعرف في محل نصب اسم إن أو أخوات إن. تمام، دي ضمائر النصب. عندي ضمائر الجر، هي ضمائر النصب بس هي طبعا هتتصل بالاسم، تعرب على طول في محل جر مضاف إليه. وإذا اتصلت بالحرف، حرف الجر مثلا، تبقى في محل جر اسم مجرور، يبقى تتصل. إذا اتصلت باسم تبقى في محل جر مضاف إليه. وإذا اتصلت بالحرف اللي هو حروف الجر مثلا، ما اجي اقول مثلا منه منا منك وهكذا، دي بتبقى بتعرف في محل جر اسم مجرور. ده بيعتبر تقسيمة مبسطة للضمائر عامة. وطبعا الضمائر هي أسماء، هي من المعارف، تعد من الأسماء وتعد من المعارف. وضمائر المتصلة زي ما أنا قلت رفع ونصب وجر. وضمائر الرفع معروفة، ال6 ضمائر دول لازم تأكد عليهم وتحفظهم. وقلنا زي ما قلنا لها إعرابين، اتصلت بفعل يبقى في محل رفع فعل، اتصلت بكان وأخواتها يبقى في محل رفع برضو بس هتبقى اسم كان أو أخواتها. وضمائر النصب والجر هم ال4 ضمائر هم بس. كل واحدة طبعا ايه، كل اذا بتتصل، اذا اتصلت بفعل تبقى في محل نصب مفعول به، اتصلت بإن واخواتها يبقى في محل نصب ان اسم إن واخواتها، واذا اتصلت باسم تبقى في محل جر مضاف اليه، او اتصلت بحرف جر تبقى في محل جر اسم مجرور. دي الضمائر المتصلة. طيب نيجي بقى للنوع الثاني من الضمائر المستترة. الضمائر المستترة هي تقدر في الجملة، يعني لا تظهر في النطق ولا الكتابة، ولكن تقدر. يعني ما أجي أقول مثلا ذهب إلى المدرسة،
خرج محمد من بيته وذهب إلى المدرسة. ذهب، ذهب هو الفاعل عندي هنا ضمير مستتر تقديره. طيب الضمائر المستترة دي أو دايما بيبقى تقديرها إيه؟ خمس ضمائر: أنا ونحن وهو وهي وأنا وأنت ونحن وهو وهي. أنا وأنت ونحن وهو وهي دي دايما بتبقى الضمائر المستترة بيبقى تقديرها كذا. ما أجي أقول مثلا أكتب الدرس، يبقى هنا ضمير مستتر تقديره الفعل هنا ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. لما أجي أقول يكتب الدرس الفعل ضمير مستتر تقديره هو. تكتب الدرس ضمير مستتر تقديره هي، وهكذا. ده كان شرح مبسط لدرس الضمائر، أتمنى أن تكونوا فهمتوه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.